السلام عليكم. إلى الفاعلين السياسيين العراقيين من كل الأطياف والمكونات، إلى المرجعيات الدينية الفاعلة، إلى الدول الإقليمية الفاعلة بالشأن العراقي، إلى المجتمع الدولي، العراق مو لبنان، والعراق مو سوريا، والعراق مو اليمن. إذا انزلق العراق إلى ما انزلقت إليه هاي البلدان، ما راح ينزلق وحده، وشظايا انفجاره راح يكون مداها بعيد جدا، ويوصل حتى لعواصم تعتقد أنه هي بعيدة عن هذه الشظايا. لذلك نصيحة من عبد فقير كل شيء ما يفتهم بالسياسة، قسم منكم خليه يتلاحق العراق إذا صدق يحبه، القسم الثاني خليه يعوف العراق بحاله. هاي نصيحة اليوم. أما ملفنا لهذه الليلة فهو قاسم مشترك يحتضر بين مصلح ومصلح. بأفلام الأكشن أكو منعطفات يتسبب بها حدث دراماتيكي مهم، حدث يحبس أنفاس المشاهدين ويسوي تشويق عالي، مقتل شخص مهم، اعتقال شخصية مؤثرة، وهذا اللي صار باعتقال قاسم مصلح، وكاد يتسبب بأزمة أمنية وسياسية كبيرة. بس هو منو قاسم مصلح؟ قاسم مصلح شخصية حشدية من الوزن الثقيل، عنوانه قائد عمليات الأنبار بهيئة الحشد، بس أهميته أعظم من هالعنوان كونه من مؤسسي الحشد، وكان من الأذرع الأساسية لقائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. منو اعتقله وليش؟ اللي اعتقلته قوة أمنية خاصة بلجنة مكافحة الفساد اللي يرأسها الفريق أحمد أبو رغيف. لكن هل التهمة لها علاقة بالفساد فقط؟ كلا طبعا. التهمة المتداولة الآن هي اتهام قاسم مصلح بالوقوف خلف اغتيال ناشطين، فضلا عن وجود شبهات فساد داخل لواء الطفوف اللي يقوده. هذا الحدث الدراماتيكي مو عابر أبدا، لأن المعتقل مو شخص عادي، والمقصود باعتقاله حسب ما يشوف الحشد هي مؤسسة الحشد كلها، لأن حسب ما يقولون كان بالإمكان التنسيق مع أمن الحشد، مثل ما صار بحادثة اعتقال حامد الجزائري وعلي الياسري واللي بعتهم الهسة رهن الاعتقال. هيك يقول الحشد، قصد أن خطوة مصطفى الكاظمي مو عادية ولا راح تمضي بهدوء. ليش؟ لأن فهمت كرسالة موجهة للحشد وغير الحشد، لكأنه الرجل يريد أن يقول هذا لعبنا ولا تقول استهتار، احنا قوياء وعندنا قدرة ونقدر نسوي كل شيء، بس لكل وقت أذان والكل لحية مقاص، واحنا نختار التوقيت والساحة. الدليل على أنه الخطوة كبيرة والحدث انفلاقي في فيلم الأكشن اللي عشناه اليوم هو أن الحكومة أغلقت المنطقة الخضراء، لحد يطلع ولحد يفوت، وهاي النجف هاي الكوت، لأن ردة فعل الحشد ما مأمونة، وممكن يفوتون بليلة ظلمة بسياراتهم ذات الدفع الرباعي مثل ما سووها منازلة البعيثة. وإذا الكاظمي قال كل لحية إلها مقاس، فالحشد قال له إحنا ما عدنا لحية مسرحة. هيئة الحشد طلعت بيان بنبرة تهديد، قالت بيه إنه مصلح راح يطلع خلال ساعات، والهيئة راح تردع الجهات اللي تحاول خلط الأوراق. الشيخ قيس الخزعلي من جانبه عضد هذا البيان بتغريده وقال يجب العودة للسياقات العسكرية وتسليم قاسم مصلح لأمن الحشد وهو اللي يحقق وياه. بعد هذا التطور تم الوصول لحل وسط لحفظ ماء وجه الجميع. الحل هو تشكيل لجنة رباعية للتحقيق مع مصلح، لجنة
الاستخبارات الداخلية، الاستخبارات العسكرية والعمليات المشتركة وياهم أمن الحشد. بالنتيجة قاسم مصلح طلع وراح ويا ربع الحشداويين وهم راح يحققون وياه حل فرض الواقع للنزول من حافة الهاوية، وعلى المتضرر من مشاهدة فيلم الأكشن هذا الاسترخاء واللجوء إلى أقرب كافتيريا والاستمتاع بالتيك توك. بكم مرة ثانية وناقش هذا الملف مع النائب في البرلمان العراقي السيد يوسف الكلابي اللي راح ينضم لي بعد قليل، وكذلك من عمان مع الباحث في الشأن السياسي الدكتور يحيى الكبيسي اللي راح أبدو إياه وأرحب بي ابتداء وأقول له دكتور يحيى، ما أدري كيف تصف ما جرى اليوم؟ يعني بداية سأذكر لك جمهور قناة يو تي في، يعني ما جرى اليوم هي بطولة انقلابية، هذا هو التوصيف الوحيد الممكن لما جرى. يعني عندما يتم اعتقال شخص ثم نشهد يعني فعاليات عسكرية وتهديدات ومحاولة لمحاصرة المنطقة الخضراء، فبالتأكيد لا وجود لأي توصيف لما يجري سوى على أنه محاولة انقلابية. لماذا هذه المحاولة الانقلابية؟ يعني هنا سأكرر ما أقوله دائما كما قلته معك منذ يعني سنوات، يعني دائما ما كنت أقول لا وجود قوة ذاتية حقيقية للفصائل والميليشيات العاملة في العراق، وأنه هذه الفصائل هذه الميليشيات تستمد قوتها من الحصانة التي تقدمها لها فاعل السياسي. لا، الفاعل السياسي الشيعي مو كله راضي، مو كله راضي عن أداء هاي الفصائل، هم على كيفنا شوية. يعني أنا بالغت، لا بالغت بنقطتين. أولا محاولة انقلاب بها مبالغة، زين، الظاهر الجماعة متفقين مع رؤساء الوزراء مو بس الكاظمي، السابقين، أكو سياقات يا أبي، أي واحد يطلع عن طور الدولة ويطلع عن طور الحشد أكو اتفاق وسياقات كهيئة حشد شعبي، إحنا أمن الحشد يروح يحقق وياه، والناس هم ما قصروا بهذا الموضوع، طلعوا وغلقوا مكاتب واعتقلوا قيادين الآن معتقلين، اعتقلهم أمن الحشد. يعني هاي مال محاولة انقلابية بمبالغة. اثنين، مال الفاعل السياسي الشيعي، أكو هاي فاعلين سياسيين شيعي بهم فاعل ديني وفاعل سياسي، مو كلهم راضين على اللي يصير من قبل الحشد وأطراف الفصائل، مو كلهم راضين. ليش الدم براس الفاعل السياسي الشيعي كله؟ اسمح لي يا أستاذ. طبعا. أولاً قضية هناك اتفاق مع الدولة، لا أعتقد هذا صحيح، بدليل ما حدث بعد حادثة البعيد. يعني عندما تم إلقاء القبض على من أطلق الصواريخ، وكان بيان قيادة العمليات المشتركة واضح وصريح، تحدث عن معلومات استخبارية، عن أدلة، عن يعني مستمسكات هي الصواريخ وقواعد الصواريخ وما إلى ذلك. ما الذي جرى؟ كانت هناك محاولة انقلابية صغيرة جرت إذن، عندما تم تسليم هؤلاء إلى أمن الحشد خرجوا باحتفالية بأن يدوسوا بأقدامهم صور القائد العام للقوات المسلحة. هل هذا جزء من الاتفاق؟ هل هذا معقول؟ بالتالي لا أعتقد أنه ثمة اتفاق. لا، الاتفاق اللي كنت قصده أنه أي اتفاق، أي عنصر بالحشد الشعبي يخرق القانون يعمل ضد الدولة، فأمن الحشد يتعامل وياه كسياق متفق به بين هيئة الحشد ورئاسة الوزراء. وإذا كان أمن الحشد نفسه متهم، كيف نتعامل هنا؟ المشكلة يا أستاذ أحمد، المشكلة هنا أنك لا تتعامل مع جهات تمتلك استقلالية. أمن الحشد بيد نفس المجموعات الولائية التي توفر الحماية والحصانة لهؤلاء، وبالتالي لا مصداقية لها. لهذا أي حديث عن اتفاق لا معنى له. الأمر الثاني المهم واللي طرحته أنت حول الفاعل السياسي الشيعي، لا، الفاعلون السياسيين الشيعة بأجمعهم يوفرون الحصانة لهذه الفصائل وهذه الميليشيات، ولكن هناك خلافات بينية. بمعنى عندما يتحدث السيد مقتدى الصدر على سبيل المثال عن الميليشيات الوقحة، فهو يوفر حصانة لميليشيات سرايا السلام،
التي تقوم باستعراضات عسكرية نكاية بالدولة من دون أن تستطيع الدولة أن توقف هكذا استعراضات عسكرية. لهذا لا، الشعب السياسي الشيعي يوفر هذه الحصانة والحماية لهذه الفصائل وهذه الميليشيات، وبالتالي ليس باستطاعة الحكومة، هذا الشيء المهم الذي أريد أقوله، ليس باستطاعة حكومة السيد الكاظمي ولا أي حكومة قادمة أن تحجم دور الحشد أو حتى تنهي هذا الحشد. هذا قرار لن يتخذه سوى الفاعل السياسي الشيعي، والسيد السيستاني يجب أن يكون جزءا من هذا القرار. يعني تنتظر فتوى مثلا أخرى من السيد السيستاني، يلا ممكن أنه ينحل الحشد أو الفصائل هاي ذب السلاح؟ لا عزيزي، حتى لو أصدر السيد السيستاني مثل هذه الفتوى لن يستمع إليه أحد. كن على ثقة. ولكن هو يستطيع الضغط، يعني بمعنى تأثير الجماهيري سيقوض هذه القداسة التي يحاول تسويقها الحشد الشعبي بأنهم نتاج الفتوى، وهذه كذبة. يعني لم يكن الحشد الشعبي نتاج الفتوى، حتى نتفق على هذه. بالتالي يستطيع السيد السيستاني أن يسمع هذه، كون يمي واصل يوسف الكلاب ويسمعها هاي الحكاية، يسمعها لا يعنيني شيء يعني. قريب راح يوصلنا، قريب راح يوصلنا. زين، يعني رئيس وزراء ورئيس حكومة في مثل هذه الظروف، واضح جدا اليوم هسه من خلال اطلاعي واطلاعك على ردود الفعل على الأقل السياسية الشعبية اللي تابعناها، شو يريد يسوي؟ بس يصطدم، صار الدم، صار اقتتال بين حكومة توصف بأنها شيعية وبين قوات واضح أنها شيعية. يعني شباب شيعي راح يتقاتل بس يتحرك رئيس الوزراء ويستخدم القوة. إذا رئيس الوزراء الحالي يستخدم حكمة بالتعامل مع ردات فعل هذه الفصائل. هو استعمل الحكمة في حادثة البعيثة. استخدم الحكمة مرات عديدة مع الاستعراضات العسكرية وما إلى ذلك، ولكن هناك حدود لهذه الحكمة. بمعنى إذا لم تواجه هذه الحكمة في حكمة يعني مقابلة، لن يكون لها معنى، ستكون عبثا. لهذا أنا أعتقد السيد الكاظمي بخطوته اليوم يريد أن يقول أن الحكمة لها حدود، وأن الأطراف الأخرى يجب أيضا أن تتصرف بحكمة ولا تحاول أن تفرض منطقها على الدولة. لأنه يعني بمعزل عن يعني لا أحد يعرف أحد هذه اللحظة، وأطراف أخرى يجب أن تلعب، وأطراف أخرى يجب أن تلعب دورها الضاغط والفاعل، سواء كانت أطراف داخلية أو خارجية، على هذه المجاميع من أجل أن تحترم الدولة العراقية. هنا يعني هناك جهتان، طرفان فقط يستطيعان فعل ذلك. الطرف الأول هو إيران. زين. ولا أعتقد إنه إيران لحد هذه اللحظة تتصرف بحكمة بهذا الملف. الطرف الثاني هو الفاعل السياسي الشيعي. هو وحده من يستطيع أن يقوض هذه الصورة التي يحاول الحشد تسويقها لنفسه، أنه أكبر من الدولة، أقوى من الدولة، وأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ولن يستطيع أحد أن يقف بمواجهته، لا حكومة ولا جيش ولا قوات أمنية. طيب، يعني إذا ما وصلنا إلى خل أسميه قناعة من هاي الفصائل، وياما عندنا تجارب يا دكتور يحيى، هاي الفصائل ما ممكن انه نشيطنها الى هذه الدرجه. تسمع مرات وتسمع من الخارج، تسمع من الداخل. خلينا نستذكر ازمه ضرب البعثات الدبلوماسيه وشلون توقفت من شافوا اكو نوع من الضغوطات عليهم، ومن شافوا انه فعلا القضيه قد تضر بالمصلحه العامه. يعني ليش نشيطنهم الى هالدرجه وريد يعني نمحيهم من الخارطه السياسيه وننسى تاريخهم وانجازاتهم وتضحياتهم اللي متمسكين بها لحد الآن، واللي جايبنون عليها كل مكاسبهم الحالية وتصرفاتهم الحالية؟ يعني أولاً أستاذ أحمد، لا أعتقد، يعني أولاً عندما نتحدث عن الحشد الشعبي نحن نتحدث عن ثلاثة مجموعات داخل هذا، زين، وليس عن مجموعة واحدة. يعني نتحدث عن الولائيين المرتبطين بإيران، نتحدث عن سرايا السلام، ونتحدث عن الفصائل الأربعة والخمسة اللي هي فصائل العتبات المقدسة. هاي ارتبطت ارتبطت مباشرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة. بالضبط، كل واحد من هؤلاء. لا، عندما نتحدث عن الفصائل الولائية
فهذه الفصائل لا تمتلك أي قرار ذاتي. هذا قرارها قرار إيراني. زين. الإيرانيون هم من يقول لهم، يعني لاحظ عندما أراد الإيرانيين هدنة، أراد الإيرانيون هدنة مع الولايات المتحدة في محاولة لتقويض فرص ترامب للعودة مرة ثانية، يعني لولاية ثانية، يعني أوعزوا إلى مجموعاتهم بالتوقف. وتعرف يعني بلاسخارت قادت مفاوضات يعني ضمنية بين الولايات المتحدة وأبو فدك للوصول إلى هذا القرار، ولكن نهاية هذا ليس قرار أبو فدك، هذا قرار إيراني. لهذا عندما نتحدث عن هذه الفصائل، هذه فصائل قرارها إيراني وليس قرارا ذاتيا، وبالتالي عندما تريد منها شيء يجب أن تتحدث مع الآمر الذي هو إيران. طيب بالنتيجة بالنسبة لسرايا السلام لها وضع مختلف. طيب لا، سرايا السلام بقصقوصة تفوض. سرايا السلام مرات لا شغلتها سهلة باتجاه مضاد. لا، سرايا السلام بقصقوصة تفوض وتذب سلاحها، ما عندها مشكلة سواء كان جزء من الحشد أو حتى خارج الحشد. لكن هنا أريد أسأل سؤال، تجارب التاريخ في كل دول العالم تذكرنا بتجارب شبيهة بتجارب الفصائل والميليشيات في وضع استثنائي صارت، وطريقة حلها هي مو مواجهتها. وما أريد أعدد لك وأنت أعرف مني بالتجارب اللي صارت بالعالم، مواجهتها هي خسارة، خسارة إلها وخسارة للدولة وخسارة للمجتمع. الأفضل هو هذه الحكمة وانتظار الفاعلين الخارجيين والداخليين من أجل أن تنتظم هذه الفصائل في الدولة العراقية وأي دولة أخرى. حياك الله يا سالم يوسف. أستاذ أحمد، ما حكينا نهائيا عنكم، حياك الله. وأنا بصراحة أتابع. أستاذ أحمد، الله خير. أي تفضل. لا وجود لعاقل يتمنى حدوث مواجهة مع هذه الفصائل وهذه، لأنه هذا سيعني حربا أهلية لن تقف حدودها عند حدود الصراع الشيعي الشيعي، فستبتد إلى ما وراء ذلك. وبالتالي ليس من العقل الحديث عن مواجهة، لكن لو راجعت كل تجارب الدول الأخرى ستجد أنه في بعض الدول أنتجت في بعض المراحل ما أسميه دائما بالسلاح الموازي، يعني سلاح لا يأتمر بأمر الدولة، له مرجعيات الخاصة، ولكنه لأسباب يعني موضوعية هو جزء من الدولة. واضح. لكن في كل التجارب العالمية هذه المجموعات أما تم تفكيكها أو تم دمجها بالقوات العسكرية والأمنية. وهسه الحشد هم جزء من القوات العسكرية والأمنية؟ لا هذا غير صحيح. زين خلينا نشوف، غير صحيح. خلي رحب أستاذ يوسف إذا تسمح لي، خلي رحب أستاذ يوسف، خلي يعوض ما فات من الحوار. حياك الله بالخير. حياك الله أستاذ أحمد. و... أنا أشكرك، يعني أعرف كنت في منطقة بعيدة. والله أنا بصراحة عتبي على فريق الإعداد، يعني أنا لو كنت أدري أن الضيف الآخر الدكتور الكوبيسي كنت ما أحضر حقيقة. يعني ليش هيك؟ لسبب بسيط. ليش هيك؟ لسبب بسيط، أن هذا الرجل مو الآن يعني هو يفرح له بأي مشكلة على الحشد، في أيام المواجهة الحقيقية. والله عم جاي أحكي. 2015. لا لا أحكي منطق، أرد بس جاوبني. لا هذا المنطق. لا شخصاً الأمور، لا شخصاً الأمور. قبل والله مو شخصاً. قبل ما تيجي. سعد أحمد، أنا ما شخصاً. حتى تسحب نفس. لا عفواً، أنا ما شخصاً. المشكلة أنه لو كان هذا الرجل اللي أمامي الآن فعلاً يبحث عن حقيقة، والله مستعد أتحاجج وياه لمدة 100 سنة. عوف. ولكن عوف. مو شخصنا هذا أترك. الرجل حامل فكرة قافل عليها، ولذلك ما راح أقدر أتناقش. أنا أتمنى. أنتم قافلين على فكرة، على كيفك. أنتم قافلين. تخلي أقول لك إيش قال قبل ما تيجي. أنتم قافلين يا أبي. على كيفك. قال كانت اليوم محاولة انقلاب. أنا سألت ليش ما نجحت محاولة انقلابكم؟ شوف محاولة انقلاب. محاولة انقلاب اللي سويته اليوم حسب حكي. شنو محاولة انقلاب؟ محاولة انقلاب على الحكومة. مو قلت لك سيد أحمد أنا خصمت كل ما سيتكلم به يحيى. قل لي شنو اللي صار. لا كل ما سيتكلم أنه هذا الرجل أنا لو كنت أدري ما كنت أجي، لأنه حقيقة يعني الكلام. احكي معي. سادة. احكي معي. شنو اللي صار اليوم؟ أولاً أقولها وبصراحة وتعقيباً على كلامك يوم أمس، كلامك كان واضح، رئاستك للأخ رئيس الوزراء كانت واضحة، أنا أجددها اليوم بشكل آخر. أنا أقول هناك من يغششك يا دولة رئيس الوزراء، هناك من يحاول أن يأخذ البلد إلى تيه يا رئيس الوزراء. أبناء الحشد الشعبي هم جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة،
والأخ القاسم مصلح هو قائد محور كامل وقائد وآمر لواء، ووفق السياقات القضائية والعسكرية هناك مديرية اسمها مديرية أمن وانضباط الحشد المنتابعة لهيئة الحشد الشعبي زين. تتولى وفق القانون تنفيذ كل مذكرات القبض جيد. ولديها قاضي يشرف على عملها جيد. دائرة حقوق الإنسان الحشد من الأمر ماله السيد فالح الفياض الأمر مال زين الأمر مال السيد فالح الفياض منه قائد العام القوات المسلحة اللي هو منه اللي هو سيد مصطفى الكاظم اللي هو دز جماعة جيبوا لي قاسم مصلح ماكو هيك شيء اسمح لي لا اسمح لي خلا جاوبك هو شو ماك دز جماعة خلا جاوبك بالماكو هيك هاي الحشد جزء من الساد أحمد جزء من الدولة حامي الدولة أنا قلت ماكو واللي أنقذ الدولة بس اسمح لي أقلب ساد أحمد ساد أحمد غير يحترم الدولة إذا أريد نسوي حلقة جدلية لو حلقة دقائق أنا أقول كتاب صدر من قيادة العمليات المشتركة موجه من محكمة التحقيق هسه منين وجهته دائرة زين تقول يا إلى هيئة الحشد الشعبي مديرية الأمن والانضباط قبل يومين هذا الرجل عليه مذكرة قبض جيد خوش حكي لولا زين أنت تطلع تروح قوة وأنا بعدني ما مجاوبك والبرقية أكو جزء بيها كل هاي المؤسسات موجودة بيها شنو المطلوب مثلا؟ لا ما تجاوبه أنا اللي أقول لك لا ليش هو شنو يا مذكرة قبض ودتني هالعمليات المشتركة ما تم تنفيذها ما تجاوبه كهيئة أستاذ أحمد كهيئة حشد شعبي بكل مؤسساتها تخضع إداريا وقانونيا وأمريا يعني أوامرها تتلقاها من قيادة العمليات المشتركة والقائد العام القوات المسلحة زين العمليات لكن المشتركة. ما حدث اليوم أيه. نحن نعتقد أنه محاولة زج اسم الحشد الشعبي بكل مشكلة يعني البارحة ما حدث في ساحة التحرير وقتل المتظاهرين والاعتداء على المتظاهرين حتى الناس توخر عن هذا الموضوع خلقنا اليوم موضوع أكبر أنت إعلامي متمرس وتعرف حتى نوخر أو نغطي على حادث نحتاج إلى حادث أقوى من عنده تأثير بالشارع يحتاج يا دكتور يحيى يحتاج أنه أعتقل فد شخصية كبيرة من الحشد تخلق هذا الجو ويعرف السيد الكاظمي أنه أنا إذا أنفذ هيك مذكرة الدنيا راح تنقلب هو ما يعرفون ايش قائد من قواتهم الدنيا راح تنقلب تنسى الناس اللي صار بالتحرير والشباب اللي انقتلت البارحه واللي انضربت ملعوبه يعني بدايه الاستاذ احمد لا اعتقد انه السيد الكاظمي اقدم على هذه الخطوه من دون ابلاغ الفاعلين السياسيين كن على ثقه انه تم ابلاغ الفاعلين السياسيين في طبيعه التهمه الموجهه الى الرجل وواضح انه اخذ منهم ضوء اخضر. ضوء اخضر ليش عافوه؟ بعد ما تحرك الحشد ليش عافوه تركوه؟ بس السيد مقتدى الصدر نزل تغريده واضحه داعمه للدوله وداعمه للحكومه. لا معلوماتي تقول انه ابلغ كل الفاعلين السياسيين الشيعه وليس السيد مقتدى الصدر وحده. ولكنهم عندما وجدوا ان المواجهه حقيقيه يعني تخلوا عن التزامهم مع السيد الكاظمي وتستطيع ان تتاكد من هذه المعلومه. اها. الأمر الثاني المهم أنا تحدثت عن حادثة البعيد لو رجعت إلى بيان قيادة العمليات المشتركة في حين الذي يتحدث عن تفاصيل ما الذي جرى عندما تم تسليم هؤلاء إلى أمن الحشد أخرجوا وسمح لهم بأن يدوسوا بأقدامهم على صور قائد القوات المسلحة ما الذي يعنيه ذلك؟ كذب هذا مو هذا يعني أن لا مصداقية لشيء كذب هذا مو صحيح هذا كلام كذب أكو فرق بين غير موجود وكذب أولا هناك فصيل مسلح واضح قاوم الأمريكان يعتد بنفسه اسمه كتاب حزب الله القوة وبقوا 10 أيام بالتوقيف سيد أحمد ويقول أطلق صراحهم على أساس نجيك الدور على رأس هدوء خلي الناس تفتهم الوضع ترى الناس أعصابها فالتة تفضل دكتور يحيى أكمل يعني أنا لا أهتم بتسويق الأكاذيب حقيقة يعني حتى أكبر مسوق للأكاذيب شنو؟ الكل شهد كيف تم تسليم الفصيل الذي قام بقصف السفارة الأمريكية إلى أمن الحشد وكيف أخرجه أمن الحشد خلال ساعات والاحتفالية التي جرت أمام أمن الحشد هذه مسجلة لا أحد يستطيع أن ينكرها بالتالي لا مصداقية لأمن الحشد لأنه أمن الحشد هو يخضع بذات القيادات التي توجه هؤلاء بالقصف اصلا امن الحشد اللي اعتقل علي الياسري امن الحشد اللي اعتقل حامد الجزائري امن الحشد اللي اغلق له 80 مكتب وهمي ببغداد عن يا امن الحشد تتحدث هذا امن الحشد ايش جاي يسوي
هذا جزء من صراعات داخلية لا علاقة لها بالعلاقة مع الدولة. لاحظ بعض المجاميع تدخل في صراعات على الأتاوات، على اللجان الاقتصادية، تفاصيل كثيرة لا أريد الخوض فيها. أستاذ أحمد أرجوك، أرجوك سالم، أرجوك أرجوك، الشعب العراقي ينتظر من أحمد ملا طلال وبرنامجه، ينتظر حقائق، ينتظر كلام يدعم الدولة، يدعم منطق الدولة حقيقة. هذا الكلام لا تسمح لي دكتور يحيى. أستاذ يوسف صدقني هسه ما أعرف قد يشوفون الحلقة وما أقدر أقيس لك النسبة، بس ناس راضية بحكي دكتور يحيى وناس راح ترضى بحكي. طبعا 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 لا تحوزون، لا تحوزون، حتى الحقيقة كلها لكم. ما جاي أقول حقيقة أنا ما جاي أقول معلومة وليست أخبار. أنا ما أحلل مثل يحيى، أنا ما أحلل، أنا جاي أقول هو بكيفه يقول يابا أمن الحشد هاي تروح تنفذ أجندة صراعات. هذا كلام أولا هذا مو موضوعي. مديرية عامة للأمن والانضباط يشهد لها القاصي والداني جيد. أنها كانت الأداة الحقيقية جيد. لضرب من ينتحل صفة الحشد. أخليها على رأسي هسه، أخليها على رأسي مديرية أمن الحشد هسه إذا اليوم تطلع وتعتقل لي دول اللي استعرضوا ببغداد وتعتقل لي اللي طبوا للخضراء وحوطوا الساحة وحوطوا مقر رئيس الوزراء قدام مقر رئيس الوزراء أحط على رأسي. يعني هي وين مديرية هي مديرية ليش ما تطلع على دولة؟ لا هي مديرية أمن الحشد القيادة العامة للقوات المسلحة سعد أحمد. ولو طالع القيادة العامة للقوات المسلحة استاذ احمد لا العفو، يعني هي مديرية امن الحشد كم الف منتسب مثلا؟ شنو 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 واجبها؟ هي الامن والانضباط لهيئة الحشد الشعبي. اكو واقع دول اللي طلعوا القوات اللي طلعت اليوم داخل الخضراء وخارج الخضراء حشد لو مو حشد؟ اكو واقع خلينا نتكلم عنه. انا منين جيت حشد لو مو حشد؟ لا انا منين جيتك هسه؟ انت جيت من عمانيه من خارج بغداد اصلا يعني انا جيتك هسه من خارج بغداد من عمانيه. زين جيتك الان من عمانيه من خارج بغداد لم اشهد ما شفته مثل ما انت شفته وانا شفته. العصر 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 انت ما جيت بغداد استونا طبيت اي العصر انا استونا طبيت مع على راسي على راسي حوطت على راسي والقوات اللي بداخل الخضراء. انا ما اتكلم عنها بصراحه. مديريه امن الحشد وسيد رئيس هيئه الحشد ورئاسه اركان الحشد جميعها تأتمر بامر القائد العام للقوات المسلحه، لكن ما اقوله وبصراحه هناك من هناك جهات تحاول ان تدفع السيد رئيس الوزراء الى الصدام مع الحشد. السيد قاسم مصلح بتليفون يابا يتم تبليغه الحضور الى مقر هيئه الحشد، عليك مذكره قبض، ورجل من 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 اكفأ رجالات الحشد، وهو الرجل كان مسؤول امن العتبه، وهو رجل مرجعي، وهو رجل قاتل، وهو رجل كان امر لواء علي الاكبر. يعني حتى اذا يريد يتهمونه بهاي مال الولائيه وما ادري شلون اللي يصنفون الحشد بكيفهم، فالرجل مرجعيه السيد السيستاني الله يحفظه. هذا الرجل قائد وبطل ومجاهد، ومن حق اي جهه قضائيه تصدر امر قبض على اي جهه، ونحن لسنا مع اي عمل ضد الاجراءات القضائيه المتهم بريء حتى تثبت ادانته. لكن انت تبلغني اول البارحه ببرقيه واليوم الصبح تروح تعتقل، شنو يعني؟ اسمح لي انا عندي سؤال. كان شنو اللي صار مثلا لو السيد قاسم مصلح رايح مسلم نفسه حققيني وياه عرفت احتراما لل هو من قال ما يسلم نفسه؟ هو من قال بيسلم نفسه؟ ومن قال يسلم نفسه؟ جيد سلم نفسه، شنو اللي صار وانقلبت الدنيا؟ يوم يومين ثلاثة تحقيق ما عنده شيء، مرجعي مو ولائي وتابع للعراق وما مسوي شيء، وأم إيهاب الوزني ما اتهمته بقتل ابنها لا على رأسي لا على رأسي لا قصدي يثبت براءته استاذ أحمد يثبت براءته ويطلع استاذ أحمد. أي إنسان معرض للاتهام ومن حقه يدافع عن نفسه، وإن ثبت عليه الفعل فيلقى ما يلقى وفق القانون وفق القضاء، هذا كله ما بيه مشكلة. جيد أنت إحنا كنا موجودين، لا أدافع قضائيا عن الأخ قاسم مصلح، هناك دائرة قانونية في هيئة الحشد الشعبي لديها برر لي ردة الفعل اللي قامت بها فصائل الحشد الشعبي، لأنه أولا التوقيت، ثانيا طريقة الاعتقال، ثالثا الدعايه اللي رافقت طريقه الاعتقال. اليوم اعتقال قاسم مصلح، قاسم مصلح يعتبر في هيئه الحشد الشعبي من الصقور، يعني شلون نسميهم، من العقلاء. يعني من اللي يحل المشاكل، من اللي يعني رجل الى وضعه والى خصوصيته والى دكتور يحيى. دكتور يحيى البعيثه ما كانت مدروسه، لكن حركه اعتقال قاسم مصلح مدروسه من الكاظمي. كاظمي هم ذكي ويعرف شلون يتصرف، وكان رئيس مخابرات وعنده تواصل دولي،
أنا أعتقل قاسم مصلح وأخلي الفوضى تصير، انتخابات ماكو، أنا رئيس حكومة طوارئ، عندي تنسيق ويا أمريكا، عندي كذا، ويصير اللي يصير. هذا اللي دي تحكي به الناس الآن، من أجل تأجيل الانتخابات، من أجل فرض حكومة طوارئ، من أجل إنهاء تجربة ما بعد 2003 سياسياً، ماكو عملية سياسية بقيادة الكاظمي. هذه نظرية مؤامرة. يعني أولاً بما يتعلق بالانتخابات، أنا قلت وكتبت عشرات المرات أنه لا وجود الانتخابات في شهر 10. وفي اليوم الذي تحدث فيه السيد الكاظمي عن انتخابات مبكرة وتسابق معه الحلبوسي لإعلان انتخابات أبكر، كتبت مقالة بعنوان على الانتخابات المبكرة التي لن تحدث. وعندما تم تأجيل الانتخابات إلى شهر 10 قلت أنه لن تكون هناك انتخابات في شهر 10، وأنه مجلس النواب لن يحل نفسه، وأنه لن تكون هناك انتخابات إلا انتخابات تحدد موعدها. دكتور، مجلس النواب قرر يحل نفسه قبل الانتخابات بثلاث أيام، المفوضية دا تشتغل، لكن الكاظمي طلع لنا بهاي الطلعة حتى يسوي حكومة طوارئ ويبقى بالسلطة. اثنين، لا وجود لشيء اسمه حكومة طوارئ. أي حكومة طوارئ في العراق تعني انقلاب. هو هذا المقصود، هذا المقصود، هذا المقصود. لا 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 وجود لانقلاب في العراق. تعدد مراكز القوى في العراق لن تتيح إنتاج انقلاب. مصر هناك جيش، استطاع هذا الجيش أن يقود. دكتور يحيى، أول ما بديت قلت هاي محاولة انقلاب ده يسويها الحشد. دكتور يحيى، ليس هناك مراكز قوى مواجهة. دكتور يحيى، أول ما بديت قلت هاي محاولة من الحشد للانقلاب، هسه تقول ماكو انقلاب. لا لا، عندما أتحدث عن محاولة للانقلاب لا يعني ذلك أنها قابلة للنجاح. أستاذ أحمد لاحظ، عندما تتحدث عن محاولة انقلابية لكي تنجح يتطلب ذلك عدم وجود مراكز قوى أخرى. أي محاولة انقلابية في العراق لن تؤدي إلى حرب، إلا إلى حرب أهلية وإلى مواجهات. بمعنى لو نجح الحشد الشعبي أو الفصائل الولائية التي قامت بهذا العرس اليوم بأن تقود انقلابا، لما سكتت سرايا السلام ولا ما سكتت القوات الأمنية، يعني كنا سندخل في مواجهة. لهذا أي حديث عن انقلاب في العراق هو حديث خرافي، وبالتالي لا وجود لشيء اسمها حكومة طوارئ. هذا أيضا من الخرافات التي يتم تداولها كثيرا. واضح. يستطيع السيد الكاظمي بسهولة لو أراد البقاء أن يتفق مع بعض الفاعلين السياسيين وتنتهي المشكلة، وأنا أعتقد هو قادر على ذلك. لهذا لا أعتقد أنه ما جرى اليوم مرتبط بالانتخابات أو مرتبط بحكومة خرافة حكومة الطوارئ وما إلى ذلك. أنا أعتقد هي محاولة من السيد الكاظمي لاستعادة شيء ولو بسيط من منطق الدولة. بمعنى بعد فشل ما جرى في البعيثة، جيد، بعد فشل اليوم اليوم من قاسم مصلح طلع مثل ما طلعوا جماعة البعيثة، إلى ما آلت هذه المحاولة لإثبات؟ لا، حسب معلوماتي هو لم يخرج حتى هذه اللحظة، وهو ما زال بعهدة قيادة العمليات المشتركة. لا هو ما زال بعهدة قيادة العمليات المشتركة. زين، خلينا الذي يعني ذلك. واضح. هذا يعني أنه كل هذه يعني استعراضات القوة لم تستطع أن تزحزح السيد الكاظمي عن قراره، وهذا مهم. واضح. في سبيل الدولة، بمعنى أن لا يتراجع كما حدث في البعيطة وفي غيره، وبالتالي على الآخرين أن يذهبوا إلى العقلنة، يبحثوا عن الحكم. معناه إحنا الآن لحد الآن في أعلى قمم التوتر. دكتور يحيى، خاصة خليني هنا أرجع للأستاذ يوسف، إنه واضح جداً أن السيد مقتدى الصدر داعم لمنطق الدولة دا يشتغل به مصطفى الكاظمي بناء على الرؤية اللي دا يقدمها. السيد مقتدى الصدر عنده سرايا السلام اللي هم ما شاء الله، شوف وين نروح، شوف يعني ما يحتاج أشرح لك ولا أشرح للناس اللي دا تسمعني الآن. فصائل الحشد الشعبي الولائية القريبة من إيران، عارف إيش، وقدامهم سرايا السلام. زين، 11,000 12,000 مقاتل من السرايا، وهنافس 60-70,000 مقاتل. شوف أستاذ أحمد، تخيل وصار صدام لو تكررت استعراضات فصائل الحشد مثل الاستعراضات اللي صارت اليوم، لو تكررت محاولة فصائل الحشد كسر إرادة الدولة مثل ما صار اليوم. شوف أستاذ أحمد، أكو حقيقة يجب أن نفهمها.
الفصائل كيانات محترمة والحشد شيء آخر. هذا أولاً، يجب أن يفهم هذا الكلام. والله ما يفهم. لا واضح. حد يفهمه. لا لا يفهموه. مستحيل ما يكون فصيل. الكل يفهموه، الكل يفهموه. اثنياً، الحشد لو كان يريد الانقلاب وأن يستلم الدولة لكان أخذها بال 2015 مو هسه. عندما كان الحشد يتمتع بكل القوة، يعني كل القوات الأمنية كان هو رأس الحربة والقوات الأمنية هي الأذرع له، وكان شعبياً هو رقم واحد بلا منازع، وكان هناك مشاكل لا حدود لها مع الفاسدين ومع الأحزاب وإلى آخره، يعني الناس تريد بس تتخلص من هذه الطغمة وهو يحرر المناطق. الحشد لو كان يريد مثل هكذا أمور كان سواها بتوقيتها وقياداتها كانت مو قاصرة. يعني عندما ولا يريد هيك، لا لا ولا عنده فكره، يريد رئيس وزراء يغلس، لا يريد ولا هذا الكلام، لا يغلس لا عن أي ابدا شيء. لا مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح. اختار رئيس الوزراء، لا لا رئيس اقصف سفاره اطوب حشد، لا لا حشد شنو اغتال شباب يغلس؟ لا استاذ احمد هذا كلام خطير. انت تربط لي هيئه الحشد بقصف السفاره واغتيال الناشطين، هذا كلام، هذا كلام ما مقبول. لا لا انا حكيت، انا حكيت له الشيخ قيس الخزعلي. قال ايش قال الشيخ قيس؟ الشيخ قيس الخزعلي بضرب السفاره، ايه مو قال له غلس؟ رؤساء الوزراء قبلك غلسوا. شنو غلس؟ شنو غلس؟ على قصف السفاره. غلس. الشيخ قيس الخزعلي يمتلك فصيل مجاهد، عنده عمليات ضد الامريكان الى اهدافه الواضحه، ومعلن وضعه. واكرر هيئه الحشد الشعبي، ما له علاقه بالحشد اللي موجوده، هيئه الحشد الشعبي اللي هي عباره عن لازمه حدود الرمادي، يعني حدود الصحراء والسنجار، والاف من اللي طلعوا استعرضوا اليوم بكل مكان، اللي طلعوا استعرضوا اليوم. هذا مو استعراض. خلينا اكمل لك الفقره الثانيه. اللي اعترضوا اليوم، اللي اعترضوا اليوم على اعتقال قاسم مصلح، خلينا اكمل حشد له فصائل. خلينا اكمل لك الفقره ساده، خلينا اكمل لك ساده بس الفقره. لا عفوا جاوبني ضروري، ارجوك خلي اكمل، ارجوك خلي اكمل. اما ما طرحته فيما يتعلق انه لو صاير كذا وسيد مقتدى والفصائل الاخرى، انا اضمن لك من يراهن، وهذه رساله لهم جميعا، من يراهن على حرب شيعية، من يراهن على حرب شيعية شيعية لن تحدث ابدا، متوهم والله. انا اقول لك كمراقب متوهم. خش يسووها مره ثانيه. براحتك براحتك استاذ احمد، انت مراقب، انت مراقب وانا بالاحداث. لن تكون هناك حرب شيعية شيعية، ما خلوا طريقه، ما سووها حتى تصير حرب شيعية شيعية، وما راح تصير حرب شيعية شيعية. هذا اطمئن، لان كل القيادات اللي موجوده اللي مهتمه بالسلاح واللي عندها فصائل مسلحه مطيعه هي عاقله وفاهمه وواعيه، يعني بما يحدث في المنطقه. الحرب تريدها، لا الحرب تريدها تبدا حرب اليمن مثلا. شنو تريد حرب اليمن؟ حرب اي مواجهه يروح بها 10 15 هي حرب. لا مش اي مواجهه اليوم، لو ايش صاير يصير، ولن تحدث، ولن تحدث، ولا حتى هي تحكي عليه. شوف شوف التعقل دكتور يحيى، شوف التعقل، ولا شوف هناك اكو محاولات لزرع هذه الفكره. ولا تحكي ابدا، ولا دعتك اطمئن، ولا واحد يصير بمواجهات شيعي شيعي ابدا ابدا. هناك عقلاء، هناك في ساعه الجد هناك العقلاء والقادرين على استيعاب مثل هاي وعشره، وتم استيعاب اكبر من عدها سابقا. مع استمرار هذا النهج، انت يعني تتاكد عدم حصول حرب شيعيه شيعيه مع استمرار؟ اي نهج، اي نهج استاذ، نهج اي نهج. البارحه تطلع مظاهرات تقول ما اريد انتخابات، وإلها ما لها علاقه نهائيا بهاي الامور. اليوم تطلع قوه تحتك بالحشد وتحاول تسوق الحشد هو اللي له علاقه باغتيال المتظاهرين. هذا زين. انا اسال سؤال وكلامي اوجهه لكل الاجهزه الامنيه بالدوله، اطلعوا قولوا هذا من القاتل كائنا من يكون. عندنا جهاز مخابرات وجهاز أمن وطني واستخبارات، وكالة استخبارات واستخبارات وأمن، وعشرات الأجهزة المعلوماتية. ليش ما يطلعون يقولون فلان القاتل؟ ليش؟ تعرف ليش أستاذ أحمد؟ ليش؟ لأن ما سوق إلى أن الحشد وراء هذا الموضوع هو من يراد إلى أن يبقى بالأذهان. واضح. لأن من يطلعون القتل الحقيقيين راح يفاجئ الناس من هم القتل الحقيقيين. واضح دكتور يحيى. أهم نقطة ممكن نقاشها، وهل بالإمكان أن تحصل مواجهة بين هذه الفصائل وقوات الدولة العراقية أو قوات أخرى ضمن نفس المكون؟ هل ممكن أن في ظل وجود هذا التعقل اللي نسمعه وجاي مثله هنا السيد يوسف الكلابي، واللي مثلوا كثير من الأصوات العاقلة والمرجعيات الدينية اللي المؤثرة، لو مهما صار، مو اعتقال قاسم مصلح، مو اقتحام الخضراء، مو تطويق مكتب رئيس وزراء، تعقلها أنه خطابات منا منا، أحلام وردية منا منا، ممكن يسوي حرب شيعية شيعية؟ يعني فقط أريد أعقب على قضية التمييز
الذي يتم تسويقه في بعض الأحيان بين الحشد الشعبي والفصائل. طبعاً هذا التسويق الغرض منه التعمية، يعني أقرب إلى قنابل الدخان التي يتم إلقائها لعدم معرفة الفاعل الحقيقي. أولاً لا وجود لشيء اسمه فصائل بموجب قانون الحشد الشعبي. أي فصيل داخل العراق لا وجود لأي إطار قانوني له، وبالتالي هو منظمة إرهابية. حتى تكون الأمور واضحة، أي فصيل مسلح لا يمتلك غطاء قانوني فهو منظمة إرهابية يجب مقاتلتها. هسه أنت سميهم إرهابية، سمي لا اسمح لي، بس اسمح لي، سمي الحشد منظمة إرهابية، بس اسمح لي، بس أنت سميهم منظمة إرهابية، هم يسمون نفسهم مقاومة إسلامية ومعتزين ويعترفون ويطلعون بالسر وبالعلن ويقول لك احنا مقاومين واحنا ضد امريكا واحنا ضد اسرائيل. انت تسميهم ارهاب، هم هم يسمونه غير شيء طبعا. أما زين، اكو موضوع ثاني، الحشد صار له اطار قانوني، صار له قانون وصار تابع للقوات المسلحة عندي. لا لحظة استاذ احمد، انا قلت يعني حتى لا يبدو انه لم تستمع الي، انا قلت اي تمييز بين الحشد الشعبي والفصائل المنطوية تحت مسمى الحشد الشعبي ووجود فصائل خارج الحشد هذا كلام يراد تسويقه للتعمية. قبل الدخان، لأنه لا يمكن القبول بوجود شيء اسمه فصائل تدعي المقاومة، تدعي أي شيء آخر لا يعني. المهم أي فصيل مسلح بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي، أي فصيل مسلح ليس لديه إطار قانوني هو منظمة إرهابية. هذا ما يقوله قانون مكافحة الإرهاب، ليس أنا. بالتالي ما الذي يراد هنا؟ أننا نكون حشد شعبي لكي نتمتع بهذا الغطاء القانوني على الرغم من كل الإشكاليات المرتبطة بهذا القانون، ونكون فصائل عندما نريد أن نكون خارج يعني الالتزام. ارجع لي على سؤالي، ارجع لي على سؤالي، ليست هناك إمكانية، ليست هناك مهما حصل لحدوث حرب شيعية شيعية. لا هذا ممكن، هذا متاح، هذا متاح، لا يحدث. لا يعني لا تعنيني حديث الأمنيات. الوضع الطبيعي كل العالم، لاحظ كل التجارب العالم، عندما تكون هناك فصائل مسلحة تتواجه على النفوذ، على المكاسب الاقتصادية، على الأرض، نحن سننتهي إلى مواجهة مسلحة. هذه طبيعة الأشياء. اقرأ 200 سنة هاي طبيعة الأشياء. ما تتفق مع السقف الشيعي. السقف الشيعي ما يوصل لحرب شيعية شيعية. هذا كلام لا معنى له. هذا كلام لا معنى له. وحدثت يعني لا أريد أن أدخل في هذا الإطار، يعني حدثت انشقاقات داخل القوى الرئيسية وحدثت مواجهات سابقا كلها تحت السقف ومسيطر عليها، لكن لحد هذه اللحظة لم تأتي اللحظة تصل فيها المواجهة إلى ذروتها، ولكن هذا يمكن أن يحدث مع أي حادث. بالتالي التعويل على يعني خرافة العقلاء حقيقة لا قيمة لها. كل هذا اللي صار وماكو عقلاء، ليش بالبعثة؟ البعثة كان صارت كارثة لو ما العقلاء كان صار، واللي صار اليوم لو ما العقلاء كان صار. بالمناسبة وعقلاء من، ما أقول لك عقلاء أي وبي وسي، لا عقلاء دي وإيد ولا اللي حلوها. بعدنا ما واصلين إلى مرحلة صراع شيعي شيعي يوصلنا عقلاء سي وبي وأي. بعدنا لا أستاذ أحمد، لا لم يكن هناك عقلاء في حادثة البعيثة. كان هناك عاقل واحد هو السيد الكاظم، حتى تكون الأمور واضحة. لم يكن هناك عقلاء. خل خوف الأستاذ يوسف من الحرب الشيعية الشيعية واضح. يعني إذا ممكن في لحظة غضب معينة، في لحظة حبه بتنفيذ القانون، رغبته بأن يبني دولة، وسعيد الكاظمي تعال يا عبد الوهاب الساعدي فوت لي على دولة إيش كم 20-30 زعطوط باللاند جروزاتهم، اعتقل لي إياهم اقتلهم، أرد أفرض دولة. أنا رجال أرد أفرض دولة، شو بدي يصير؟ هو من اللي فرض الدولة؟
ايه هاي سامعها وايد والله عمي، مو كل برا الدوله والله عمي بس على راس. لا استاذ احمد، بس انا اكرر الكلام اللي قلته بالبدايه بصراحه، والله نقبل اقدامكم. لا 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 والله نتيمم بالتراب اللي جبتوه من الجبهه وحررتونا من داعش، والله العظيم والله والله. وكل العراقيين اللي يسمعوني، اصحاب فضل على الانسانيه جمعاء وداعتك، وهذا الخطاب يعني خليه على صفحه ولا اكرره. لا ولا اكرره الان. انا قصدي لا هو اليوم. انا قصدي كنا وما زلنا وسنبقى حماة لهذه الدولة، رغم عندنا ملاحظات ألف ملاحظة عليها، رغم أنه البناء اللي سواه الاحتلال الأمريكي بعد وجوده بتقسيم العراق إلى ثلاثة محاور، محور سني ومحور شيعي ومحور كردي. المحور الكردي صارت لحدود وبدأ ببناء نفسه من خلال استخدام كل نفوذه في داخل العراق وإلى آخره. السنة تعرضوا إلى كارثتين ما من وراهن، كارثة القاعدة وكارثة داعش، ومن ثم لما اجى داعش واللي هي عدو كل الانسانيه، حكيم النجف بكلمات قلب كل المخططات والمحاور. استاذ احمد، ما اسمع هنا في هذا برنامجك سامعه هواي، ولذلك ما اريد اناقشه. انا اطمنك واطمئن جمهورك ان مثل ما تفضلت حكماء الدي والسي والاي، مو الاي والبي والسي، لا، حكماء الطبقة الرابعة والخامسة بعد ما واصليهم أبدا. الهيكلية الشيعية لمن لا يفهمها، الهيكلية الشيعية هناك محاور اثنين تأثر عليها، هناك قناعة لدى الكثيرين، مرجعية، هناك عشائرية، هناك قناعة لدى الكثيرين والكثيرين من الشيعة ومن قيادي الشيعة، أنه حتى الأي إذا قال كافي ما توقفون، لا يوقفون ونص، الأي يوقفون ونص، يوقفون ونص. وينك يا ليلى؟ يوقفون ونص، لا يوقفون ونص شنو؟ وشنو؟ لا لا، هم وين حتى يوقفون؟ هم الان واقفين زين، هم بكل المحاور هم الواقفين، هم اللي جاي يقدمون كل شيء من غير ما يتقدم لهم كل شيء، هم اللي جاي يتحملون الصيد ويتحملون الاذيه ويتحملون يعني بصراحه يعني الحثالات اللي برا، يعني هذا يسوي جرائم ويقعد هنا. هسه احنا عندنا ايش قد مجرمين عليهم؟ اربع ارهاب بكردستان، ايش قد باربيل، ايش قد عندنا الان ومحميين سياسيا، ايش قد عندنا بعمان، ايش قد عندنا بباقي الدول. انا اجي استخدم هذول اللي جاي يسوقون ضد الدوله، واللي جاي يشتغلون على الدوله ويحاولون يفرقون الدوله ولعبوا جوله. اخو انا اجي ابدا بالصحيح بعدين. انا اقول موضوع بسيط، مجاهدي الحشد الشعبي ومجاهدي الفصائل يعني هواي معتمدين على قوتهم وعلى سلاحهم. ابدا ابدا ابدا، وعلى سلاحهم ابدا ابدا، وعلى صواريخهم ابدا، وعلى دروناتهم. استاذ احمد، استاذ وعلى اسمحها مني من اخوك، اسمحها مني مستقوين، اسمحها مني من اخوك. لا لا، اسمحها مني من اخوك. عوف عوف خلي يوقع. لا اسمحها مني من اخوك. عمر اخوانك بالحشد والمجاهدين ما اعتمدوا على سلاح ابدا، اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. نثق بالله سبحانه وتعالى وبرجاحة قادتنا وبرجاحة عقلهم وبرجاحة تفكيرهم وبرؤيتهم البعيدة. والدليل أن جزء بسيط من إخواننا في محور المقاومة في فلسطين خلى لك الكيان الصهيوني يقعد على ركبه. والله لو لذلك شايب، لو شايب الله مطول بعمره يمكن أصدق. أكو هواي شياب، لو شايب هي صارت في بعثة، أكو هواي شياب، لو شايب موجود، لا لو شايب موجود هي صارت مال اليوم. هو ليش هم البعثة منه؟ ليش هم مثلا هم راحوا قالوا لهم تعال اعتقلونا مقر عسكري بصف مقر حشد، يدرون به حشد، يجون يدخلون وقالوا احنا كنا ما نعتقد انه هذا يقصف السفاره. لا شنو يقصف السفاره؟ زين هو ذا يندله ويثبته ويدله، راح جاب الموجودين ويا مقر عسكري ثابت، مقر عسكري رسمي، والله ما طالع من عنده طلقه. وبشهاده القائد العسكري اللي تابع للجيش اللي بصفه بنفس السياق. ما رده ادخل والمنصه اللي قوها هناك. استاذ احمد انت متقصي حقائق، انت رجل صحفي وأنا محترم. لا لا يعني وأدري الشخص اللي تم القاء القبض عليه في البعثة شخص متابع من سنتين من جهاز المخابرات ثم من الأجهزة الأمنية العراقية من سنتين، وهدف مهم، وهدف مهم للدولة العراقية. خوش. يستهدف الشسم واللزم قلبت الدنيا. زين أنا بدي أسألك سؤال، أنا سؤالي للجميع، قائد عسكري هو قائد الحشد الحقيقي، هو قائد أركان الحشد، هو قائد العسكري، هو قائد الانتصار على لسان الشرفاء والمرجعية الرشيدة. قصف في داخل المطار اللي هو الحج أبو مهدي المهندس. ما دام نتكلم عن الحشد، ورجل إجا ورجل ضيف العراق حج قاسم سليمان استشهد على أرض المطار،
وصارت تحقيقات. سهلة. لا لا هو سؤالي. الولايات المتحدة. لا لا الخارجية الأمريكية والولايات المتحدة قالت لدينا أفراد تعاونوا مع العملية من داخل العراق. ومن داخل بغداد. هاي التحقيقات صار لها سنتين. هم ما قدرت تطلع عنها هذولا خسوا هذولا أسهل. هو ما يقدر. كلش دولة أسهل. زين أنا أجي مو صعبة اليوم إطلاق الهوان أستاذ أحمد. إحنا شعب عسكري. دخلنا حرب إيران ودخلنا حرب الكويت ودخلنا صغيرنا بعد هسه وعمره 6 سنين يعلمونا شلون يفسخ الكلاشينكوف ويرمي. أكو واحد اليوم إحنا نتونس على الرمي بالعراس نتونس على الرمي. ونخلص لا لا مو هذا قصدي. قصدي اليوم ومنو ما يعرف يرمي بالهاون وداعتك أنت 16 و17 سنة كانوا بأيام الحشد يرمي على الهاون ويصير معلم هاون. يعني مو صعبة يسوي لك هاي اللي هو ضد وحدة العراق وضد وضع العراق يحط لك فد 3 فرق 4 فرق على 3 نفرات 4 نفرات ويدربهم ويخليهم يرمون هاونات بحجة انهم ذولا فصائل وهاي سوالف. لا سهلة بس ليش توقف ورا ما يجي قاني؟ لا شنو هاول لك هسه هاونات ليش توقف والقراد والقراد ليش توقف ورا ما يجي قاني؟ وين القراد؟ اللي تنضرب به السفارة. يعني هسه ما ادخل بهذا الجدل وانا باخر ما عندنا ما عندنا مشكلة استاذ احمد ما عندنا مشكلة قلتها قبل شوي عيدها على الأجهزة الأمنية أنه تقول هذا وهذا وهذا فلان وهذا فلان طلعوهم ليش تخلون هذا الموضوع معمم؟ إحنا وياكم خلنا نتعاون كل الشرفاء أنا كمجلس نواب والسلطة التنفيذية والسلطة الرقابية والقضائية معنيين أن نقول يا بدول اللي يطلقون فلان وفلان وفلان. جيد قراءتك لقابل الأيام الختام وياك دكتور يحيى. لا أعتقد أنه ثمة يعني تغيير كبير سيحصل. يعني ستبقى الفصائل والميليشيات أو ما أسميه دائما بالسلاح الموازي تريد فرض منطقها على الدولة. أعتقد سيبقى الفاعل السياسي الشيعي يوفر الحصانة لهذه الفصائل وهذه الميليشيات التي لا تمتلك أي قوة ذاتية. صفقة إيرانية من جهة أمريكية سعودية من جهة أخرى تأثر بالتأكيد. يعني أيضا يعني مفاوضات مع السيد أبو فدك بأوامر إيرانية ممكن يكون هدنة كما حصل في هدنة قبيل الانتخابات الأمريكية التي كشفت كذب وتدليس من يقول أن هذه المجاميع التي تطلق الصواريخ على السفارة أو على القواعد الأمريكية لا ارتباط لهم بهذه الفصائل. اعطيني دليل. اعطيني دليل واحد عرض وهم الناس. لا اسمح لي اسمح لي هذا مو دليل. هذا مو دليل. هو دليل هو نفسه. هذا مو دليل. هو اثبات الشيء هو نفسه اثبات عكسه. هذا مو دليل. اعطيني دليل واحد ودائما هاي سواء الفصائل او حتى الحشد يقولوا اعطوني دليل واحد انه انا هذا دليل استاذ احمد عندما تذهب بلاسخر بطلب امريكي لتتفاوض مع ابو فدك لتنتج هدنه لمده 45 يوم لم يطلق فيها اطلاقه واحده. هذا دليل واضح على أنه كل من يقوم بعمليات لحظة لحظة هذا دليل لحظة هذه الحشد لحظة 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 لا لا أستاذ يوسف قال ممكن أي 3-4 أي دولة مستفيدة 3-4 أطفال أي دولة مستفيدة يقول لك روح اضرب هاون. هذا كلام سخيف. لا لا اثبت لي. لا لا اثبت لي نفسك. أنا ما عندي كلام. هذا كلام مردود استاذ أحمد. هذا كلام مردود. هذا كلام مردود دكتور يحيى. أنا شو اللي يضمن لي الحشد عراقي والفصائل العراقية راحت لإيران إيران سكتت جماعتها ليش اتهم الحشد والفصائل؟ كما قلت أنت لديك 3 تصنيفات للحشد. أستاذ أحمد أرجوك 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 أولا من يتكلم بهذه اللغة الهابطة لمن يقول هذه ثقافة أنت بصراحة ما أريد أرد عليك. أولا من يريد أن يضعف الحشد بعد ما حقق الانتصارات يبدي يستخدم برامج المواجهه غير المباشره. شلون اجي هنا اصنع بروباغندا انه الحشد هو اللي جاي يسوي هيك اجي اطلق لها وين هنا 2-3 زين وانا سؤالي هو نفسه اللي يتكلم به هذا الرجل نفس الكلام. راحت ممثله الامين العام للامم المتحده زارت زياره رسميه لمؤسسه رسميه وبعدها هم وقفوا. يعني هم يعني من يعمل مع هذه جاتهم وقفوا حتى يثبت لك هذا الموضوع. أنا جيب لي أنت عندك عشرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية تعال اثبت لي هذا. يعني مثلا أشباح ينزلون من السماء أستاذ أحمد هذا كلام يعني حقيقة سخيف. لا هو هذا كلام لا ينتهي. هذا كلام أنا لا ينتهي أستاذ أحمد. أخشى أن ينتهي العراق قبل أن ينتهي هذا الكلام. بكلمتين أستاذ أحمد ودعتك أنت ما دام هناك حوار في المنطقة عفوا صراع في المنطقة الغاية من عند الأولى هو حماية الأمن الاستراتيجي
الكيان للكيان الصهيوني، فكل قوة تستطيع أن تواجه دون أن يكون لها يد أمريكية بوجودها وتقويتها وتسليحها ستكون مدعاة لأن تضرب ألف حالة مثل هاي. أنا أريد أشكرك شكر جزيل السيد يوسف الكلابي النائب في البرلمان العراقي، كما أشكر الدكتور يحيى الكويس الباحث في الشأن العراقي كان معي من عمان عبر سكايب. أشكركم للمتابعة ونشوفكم الأحد إن شاء الله.